ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وشغل جديد. احنا النهارده في حي الخيميه بعد اجازه العيد، انا بصور لكم في محلات تحي الكاربت. احنا هنا بقى في الفرع اللي هو عند بوابه المتولي على طول، ده كده بوابه المتولي اهي، وفي فرع جوه في شارع حي الخيميه. بس النهارده احنا هناخد الاسعار من الفرع ده من اول 25 جنيه. هنشوف بقى النهارده معانا مشايات حلوه جدا على الوشين، اشكال تحفه، ومنزلين عليها عروض وخصومات بعد العيد حلوه قوي وباسعار حلوه كمان. في بقى اشكال كتير جدا، ودي برضو الوان الحافظات. عايزه اقول لكم ان هي مش حافظه، هي عامله زي السجاده تقيله، وفي منها جميع المقاسات. عندهم الاسعار النهارده من اول 25 جنيه. ممكن تستغلي الفرصه وتيجي تاخدي باسعار حلوه، لان انتوا عارفين بقى ايام رمضان بتبقى الحاجات دي اسعارها شده شويه، فالنهارده هناخد اسعار حلوه. في برضو عندهم الستاره السيناوي دي، هنشوف كل حاجه معانا بالاسعار. بصوا، في برضو براويز، وفي جلسات عربي، وفي ساعات حلوه. عندهم المكان جوه برضو حلو قوي. في برضو هنا المشايات دي، انا بفرجكم عليها وهقول لكم على كل حاجه بالاسعار. البرقع ده برضو في منه الوان كتير جدا وسعره حلو قوي. في برضو الوان الخدديات دي، بصوا الشكل ده برضو جديد، اشكال جديده وجميله اهو. في بقى الخدديات دي لسه نازله جديده، هنشوفها برضو كلها باسعارها. دي كده خدديات نازله جديده شكلها حلو قوي. ازيك يا استاذ خالد؟ وانت طيب؟ انا اول مره بقى اجي اصور عند حضرتك، الحاجه عندك بصراحه حلوه قوي. عايزين بقى عروض حلوه كده واسعار حلوه لتمر حنه. اللي يجي حبايبي قول له تبع تمر حنه، اللي يجي تبع ان شاء الله تمر حنه خصم 10% على طول. خصم 10%، يعني النهارده هناخد باسعار حلوه وخصم 10%. تمام ان شاء الله. الاسعار انت قلت عليها كمان دوت تخفيض عشانك انت، وكمان ربنا يخليك. يعني غير الاسعار اللي انا هقولها في الفيديو هتعمل لهم خصم 10% على الفاتوره. تمام. اللي يجي حبايبي يقول له استاذ خالد تبع تمر حنة عشان ياخد خصم 10% غير الاسعار اللي احنا هنسمعها، وكمان هو منزل لنا في الاسعار. حضرتك قلت لي اللي عايز حاجه يجي اليومين دول، الاسعار حلوه اليومين دول ان شاء الله. دوت فيه تخفيض في الاسعار كويس، وطبعا كل ما الحاجه بتنزل طبعا احنا لازم ننزل في الاسعار بتاعتنا. تمام. يعني الحمد لله طبعا كان الفتره اللي فاتت دي كان فيه كانت الاسعار شاده شويه. لا الحمد لله الاسعار كلها بدات تهدى في كل حاجه. في الاكل وفي الشرب وفي الخامات وفي شغلنا. طب الحمد لله كل حاجه الحمد لله. تمام خلاص يا حبايبي، النهارده الفيديو هيعجبكم جدا، وهتسمعوا الاسعار من اول 25 جنيه في الشغل السيناوي لاول مره. تابعوا بقى معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش تمر حنه باللايك والاشتراك، وطبعا مستنيه رايكم. وهو هنا قدام استاذ خالد محل احمد البرنس اللي هو بتاع الذهب ده، والشارع ده كده جامع المؤيد، وهنا محل ام ليله عشان برضو لو عايزين تروحوا له. بصوا حبايبي، معانا بقى البرقع ده، انا اول مره اشوفه بصراحه، شكله شيك جدا اهو. بصوا رسمته عامله ازاي، جميل، وخامته زي خامه الحافظات كده والخدديات. ده سعره عرض، بدل 40 جنيه المتر 25 جنيه بس. طبعا سعره حلو قوي، تقدري بقى تزيني بالستاره، تزيني باي حاجه، ومش شرط ان انت تاخدي الحاجات دي في رمضان، الحاجات دي بتمشي رمضان وغير رمضان. معانا بقى الخدديه الحلوه دي كده، عايزه اقول لكم ان هي لسه المقاس ده نازل جديد، وشكلها قمر قوي وعجبتني. بصوا جمالها عامله ازاي اهي، شكلها حلو جدا، هوريكم كل الوانها. دي كده كل الوانها، بصوا اللون ده الوانها حلوه قوي. دي كده فاضيه ب 30 جنيه وبالحشو بتاعها 45 جنيه، يعني بتزيد بالحشو 15 جنيه. فلو ممكن بقى مش عندك خدديات تاخدي لك كام واحده كده وتشكليهم زي ما انت عايزه، شكلهم شيك قوي بصراحه. وفي كمان الخدديات القمر دي برده، لسه الاشكال دي لسه نازله جديده، بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها جميل جدا اهي. وفي برده دي كده فاضيه ب 50 وبالحشو بتاعها 65 جنيه اهي. دي كده بتبقى فاضيه ب 50 وبالحشو بتاعها ب 65. في بقى منها الوان وفي منها اشكال كتير زي ما انتوا عايزين، حاجات حلوه قوي. بصوا بقى، عايزه اقول لكم ان دي مش حافظه، دي عامله زي السجاده. ده كده مقاس 2 في 3 يا استاذ خالد، تحفه بصراحه. ورينا بقى الوش التاني منها، جميله قوي. في بقى منها الوان كتير جدا، اكتر من 6 الوان. دي اللي هي على الوشين، في منها جميع الالوان موجوده، شكلها تحفه. وفي منها كمان الخدديه، وفي منها المشايات دي، يعني ممكن تاخدي طقم زي ما انت عايزه اهي. اوريها لكم هنا كده، بصوا حجمها كبير ما شاء الله، شايفينها؟ هو بيفردها لكم عشان تشوفوها. ده كده عرضها اهو. دي بكام بقى للقناه يا استاذ خالد؟
دي عايزين لما كنا بنبيع كنا بنبيعها هنا ب 750 جنيه الاسعار هدت شويه كده كانت عامله 680 تمام بس اللي جاي طبعا طلع 550 جنيه 550 جنيه 2 في 3 اهي في بقى منها الوان كتير كل التشكيل وفي منها خدديات ومشيات وحاجات كتير جدا شبه عايز يعمل طقم برده عند الزوجيه نفس الشكل بتاعها اه بصوا دي برده لو عايزه تعملي طقم في برده من دي نفس السجاده الحافظه اه تمام يعني اي حاجه عايزه تعملي منها طقم هو يقدر يوفقها لك والشحن عند حضرتك من اول 1000 جنيه محافظات القاهره لا داخل القاهره لا بيشحن جمله بس عشان شركه الشحن في بقى من الخدديات دي اشكال والوان كتير جدا الخدديه دي كده سعرها 90 جنيه بالحشو بتاعها اهي في الوان وفي اشكال وفاضيه ب 65 جنيه بصوا اشكالها حلوه قوي برده دي الوان الحافظات ودي الوان الخدديات في برده منها نفس المشايات والستاره الحلوه دي عامله 200 بدل 250 جنيه دي مترين عرض مترين مش كده وفي منها الوان الستاره دي يا استاذ خالد كل الوانها والساعات ب 140 بدل 160 والبرواز ده بكام يا استاذ خالد برواز الكبير البرواز ده يا استاذه وهبته 160 جنيه 160 جنيه الكبير ده والفاتحه 120 والفاتحه 120 بص طويل ازاي حلو قوي وده وده حاجه كل حاجه من ده ب 80 جنيه ب 80 جنيه اي واحد اهو دي اشكاله والوان الحافظه برده تحفه عايزه بقى مشاء وفي حافظه اللي هي الكبيره بتاعه رسومات ايكيا ب 420 جنيه عليها برده عرض كل الالوان اهي وفي كمان معانا المشايه دي عامله كام المشايه دي بصوا دي برده في منها الوان كتير دي ينفع للمطبخ وتنفع كمان بتتحط على الكنب البلدي او على الانتريهات زي ما انت عايزه دي عامله كام المقاس ده 120 ده 120 جنيه وريني بقى المشايات الحلوه اللي هي شبه الخدديات دي لو عايزه تعملي مثلا طقم خدديه مع مشايه وعنده برده ساعات حلوه قوي هوريها لكم بنفس الاشكال بصوا دي كده بتبقى على الوشين مش وش واحد دي عامله 140 جنيه برده بدل 160 وريني الوش اللي ورا اهو في برده اللون ده كده معاها الاسمر في الرمادي تحفه في برده اللون ده كل لون بيبقى معاه لون تاني مختلف يمشي عليه ميكس يعني اهو الوان حلوه قوي بص اللون الفيروزي ده اللون ده تحفه وفي منها البني في البيش برده جميل قوي عنده وفي منها النبيتي وفي منها الفوشيا في الرمادي زي ما انت عايزه اه بصوا دي الالوان كلها اهي على الوشين كده دي عامله 140 جنيه في العرض بدل 160 جنيه بس لازم تيجي تقولي له طبعا تمر حنه عشان تاخدي بالاسعار دي ده كده اول مقاس في البيضات او المشايات زي ما انت عايزه 70 في متر بكام ده بقى يا استاذ خالد ده كده عامل 60 جنيه بصوا على الوشين وريني الوش التاني ايوه ما هي ينفع تمشي على الوشين بس هما اللونين يعني اللون اللي هو الخفيف الاسود ده كده يمشي على الاتنين زي ما انت عايز في منها الوان بقى في تشكيل حلو اه في منها الوان حلوه اهي في بقى الحاجات دي مش شرط ان انت تجيبيها في رمضان في ناس بتحب تعمل القعده العربي دي والشغل السناوي والعريش برده بتحب تجيب الحاجات دي في الايام العاديه مش شرط رمضان في برده معانا المقاس ده بكل الوانه برده حلو قوي بكام ده بقى المقاس ده ده متر 3 متر عامل 240 جنيه 240 جنيه دي غير اللي هي ام 140 اللي احنا شفناها دي اعرض شويه ودي اطول اه بصوا كده دي وشين برضه اه ما شاء الله حلوه دي عرض متر في 3 متر تمام دي اللي هي ام 140 اللي احنا شفناها برضه عليها عرض وفي اللي هي بقى اشكال ايكيا عامله كام منها برضه نفس السعر منها فين ما دي برضه شغل ايكيا اه بس ده لون تاني اه عند ال 70 في مترين بتاعتها عامله 110 ال 70 في مترين عامله 110 والمتر ونص في مترين ب 210 و2 في 3 قلت لي ب 420 420 تمام بصوا دي برده المقاس ده حلو بكام دي بقى؟ دي عامله 170 170 يعني هنا معانا المشات من اول 60 جنيه تمام بصوا كده معانا برده الشكل ده حلو قوي بس دي خفيفه شويه يعني كل حاجه ليها خامتها دي كده عامله 100 دي كده سعرها 100 بدل 120 اه لو عايزه تحطيها بيضات على الانتريه على الركنه برده حلوه جدا وريني اقلبها كده الوش الثاني اهو ينفع تشغليها على الوشين برده جميله شو دي الوانها كده كلها اهي كل حاجه بقى بالوانها ودي برده الوان اللي هي ام 140 اللي احنا شفناها
وفي برضو اللي هو شغل ايكيا ده، في منه الوان، في منه الفوشيا وفي منه الابيض في الاسمر، وفي منه الوان كتير، كل حاجه موجود منها الوان. البوف ده عامل كام يا استاذ محمد؟ انا عامل 160 فاضي كده، عامل 120. ده كده فاضي ب 120، برضو كل الوانه موجوده اهو، وده كده مليان ب 160. ليه سوسته دوران تقدري تحشيه برضو، يقدر يتغسل ويتركب. كل الحاجات دي بتتغسل في الغساله وعمليه، ما تقلقيش منها. بصوا كمان الوان الخداديات ام 90 جميله، والكيس فاضي ب 65. بصوا حبايبي في برضو الترابيزه الخشب دي، ولو حد عايز اي لون هو عايزه تقدر تنفذه له. بصوا كده تحفه، دي كده عامله 200 بدل 250 جنيه. كمان في معانا الترابيزه الكبيره دي خالص، برضو شكلها حلوه وملفوفه كده بالفرنش، عامله كام دي؟ 400 بدل 500. زي ما بقول لكم هو عامل لي عروض علشان القناه. حبايبي الجلسه العربي دي كامله كده بتاخديها زي ما هي بدل 950، استاذ خالد هيديها لك ب 850، معاها ثلاث خدديات كبار وكلها سفنج. كلها سفنج مش قطن، عشان في ناس بتبيعها اللي هو القطن الناشف ده، دي كده سفنج، تبقى طبعا مريحه في القعده. عايزه تغيري في اللون برده مفيش مشكله. طب والستاره دي يا استاذ خالد برده شكلها جديد وحلوه، ليه الشراشيب؟ اسمها ستاره بدوي، دي صوف. شغل يدوي، دي عامله 320 جنيه. شغل يدوي ب 320، دي صوف 100%. تمام. يا ربي حبايبي يكون النهارده الفيديو عجبكم وتكونوا اتبسطتوا منه. احنا النهارده كنا بنصور عند استاذ خالد محل كحيل كاربت، بس ده الفرع ده اللي هو قدام بوابه المتولي على طول، وهنا قدامه احمد البرنس محل الصاغه، عشان تعرفي المكان في نفس الشارع اللي فيه جامع المؤيد اللي انا بصور لكم عند عنوان ام ليلى، برده في الشارع اللي هناك ده لو عايزه تروحي عنده. بقى بصراحة حاجات حلوة قوي، وكمان الحقي واستنهزي الفرصة، الأسعار اليومين دول حلوة في الشغل السناوي ده. هتاخدي بقى العروض اللي احنا قلناها وهتاخدي بنفس الأسعار. ما تنسيش تمر حنة باللايك والاشتراك، وأهم حاجة لما تيجي الأستاذ خالد تقولي له أنا تبع قناة تمر حنة. ماشي يا أستاذ خالد، كل سنة وحضرتك طيب. شكرا، تعبناك معانا. شوف بقى يا حبايبي تمر حنة باللايك والاشتراك، ومستنيه طبعا رايكم، واهم حاجه لما تيجوا قولوا للاستاذ خالد انكم تبع تمر حنة عشان تاخدي بنفس الاسعار والعروض. وكل سنه وانتم طيبين وبخير، مع السلامه.